آلاف المحتجين المعارضين للاتفاق السياسي الموقع في السودان والمنضوين تحت راية قوى الحرية والتغيير تعرضوا لإطلاق غاز مسيل للدموع على يد جهات مجهولة لم تعرف لغاية الآن. فهل هذه الجهات مدعومة من السلطات أم أنها أطراف ثالثة؟ وكيف تتعامل السلطات السودانية مع هذا الرفض الشعبي؟ وما السيناريوهات المطروحة على الطاولة اليوم؟ أهلا بكم في حديث. من باريس ينضم إلينا الباحث المختص في الشؤون الإفريقية الأستاذ محمد تورشين. أستاذ محمد، مرحبا بك في حديث ساعة وعلى شاشة اليوم. أبدأ معك من هذا الرفض الشعبي الكبير في السودان للاتفاق المبرم بين حمدوك والبرهان على الساحة السودانية. أستاذ محمد، إلى أين يقودنا هذا المشهد، سيما وأن الحرية والتغيير هي من تقود هذا الحراك الشعبي؟ التحية لكل السادة المشاهدين الكرام. فيما يتعلق بمجريات الأحداث الآن في السودان، أؤكد لك بأن الشعب السوداني ولا سيما الشرائح الفاعلة من الشباب وغيرهم لديهم تحفظات واضحة تجاه الإعلان السياسي والاتفاق السياسي الذي تم توقيعه في نوفمبر بين رئيس الوزراء السوداني وكذلك بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي. أنا في تقديري هذا الرفض يأتي نتيجة لرغبة العديد من الشرائح السودانية باستكمال الفترة الانتقالية حتى نصل إلى دولة مدنية وتحول ديمقراطي كامل الدسم لا يشوبه أي شائبة فيما يتعلق بالتدخل وتأثير المؤسسة العسكرية على الحياة السياسية. أما فيما يتعلق بمآلات هذا الحراك، أنا في تقديري سيقود إلى نهايات مرضية. ودعني أوضح جزئية، هذا الحراك لم تسيطر عليه قوى الحرية والتغيير. قوى الحرية والتغيير الشعب السوداني في حين قرة من الزمان عندما خرجت وتبنت أطروحاته في ديسمبر 2018 كان الشعب السوداني يتقدم في أطروح قوى الحرية والتغيير تحاول أن تستجدي المبعوث الأفريقي ثم بيكي بأن تدخل في مفاوضات مع نظام المؤتمر الوطني في أديس أبو. فأنا في تقدير الآن الشارع تقوده لجان المقاومة، تقوده مجموعات أخرى. هل يمكننا الحديث أستاذ محمد عن ثورة داخل ثورة في السودان؟ نحن الآن في الحقيقة نتحدث عن تغيير يتجاوز كل الأوجه القديمة. الأوجه القديمة هنا أعني قوى الحرية والتغيير من الأوجه القديمة وساهمت على مدار التاريخ بشكل مباشر في تعقيد واستمرار الأزمة السودانية المتمثلة في قضايا متعددة، المتمثلة في قضايا عدم العدالة في السلطة والثروة بين مكونات الشعب السوداني. نحن نتحدث عن قوى سياسية هزيلة هشة تعاني من عدم تطبيق حتى المبادئ التي تتحدث عنها، مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة داخل أنظمتها. فكيف لهذه الأنظمة التي تعاني من تلك الاختلالات البنيوية أن تأتي بتحول ديمقراطي وأن تأتي بديمقراطية حقيقية للسودان؟ يعني نفهم من حضرتك أستاذ محمد، حتى الحرية والتغيير أو قوى الحرية والتغيير لن تأتي بجديد للسودانية؟ لم ولن تأتي بجديد. قوى الحرية والتغيير في مقبل الأمر شاركت في انقلاب 69، شاركت في انقلاب 58، تفاوضت مع النظام السابق، بل شاركته في كثير من المراحل، الكثير من قيادة قوى الحرية والتغيير هي كانت جزء من النظام البائد، عمل معه في كثير من الاتجاهات. أنا في تقديري علة المشكلة السودانية تتمثل في ثلاثة زوايا. الزاوية الأولى متمثلة في تدخل المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية. الزاوية الثانية في القوى السياسية في حد ذاتها. القوى السياسية ظلت هي بعيدة كل البعد عن التعاطي الديمقراطي، ظلت بعيدة كل البعد عن تحقيق وتنزيل الديمقراطية على أرض الواقع. المحور الثالث وهو مسألة الانقسام المجتمعي، لأن كل القوتين سواء كان العسكرية أو السياسية المدنية ظلت تعمل على تقسيم المجتمع السوداني إلى
إلى إثنيات وإلى طوائف وإلى ما شابه ذلك حتى تستثمر في هذا الوضع، وإنما هنالك تحالف تاريخي بين المجموعات التي ظلت تستأثر بالسلطة والثروة، باعتبار أن السودان منذ الاستغلال وحتى اليوم فقط هنالك يافتات تتغير بأن هؤلاء حزب فيلان وهؤلاء مع المؤسسة أستاذ محمد العسكرية. يعني اليوم من يقود المشهد اتجاه واحد وفكرة واحدة. من يقود المشهد السياسي في السودان سواء كان المجلس العسكري أو يعني بالبرهان أو حتى حمدوك والحرية والتغيير الذي يقود ربما المشهد الشعبي على الأرض، إذا ما كانت هذه الثلاث أطراف غير مخولة أو لا يمكنها قيادة المرحلة القادمة في السودان، ما الخيارات المطروحة أمام السودانيين؟ من الذي يمتلك الكفاءة لأن يقود السودان بعد كل هذه التخبطات التي ضربت الشارع السوداني؟ والآن نحن معضلة حقيقية، نحن الشعب السوداني منح الحرية والتغيير شيك على بياض لفترة أعمان ولم يتغير شيء ولم تتحقق كل أمال وتطلعات ورغبات الإنسان السوداني، وإنما الآن نحن أمام مرحلة مفصلية. هذه المرحلة ينبغي، أنا كما ظللت أردد على الشباب، لا يمكن أن نتحدث عن تحول ديمقراطي وجدون قوة سياسية فاعلة. نحن لاحظنا أن فشل الأحزاب السياسية أفرز حركات مسلحة، هذه الحركات المسلحة لم تستفيد وإنما كررت نفس الأخطاء التي طبقتها الأحزاب السياسية. الآن نحن أمام مرحلة جديدة ينبغي على الشباب التفاعل والتناغم في إطار أنه يؤسسوا لواقع سياسي عن طريق أحزاب جديدة، عن طريق قوة وتحالفات وتكتلات جديدة. هذه القوة والتكتلات يمكن أن تتحول من الآن اللجان المقاومة، من الأعمال المدنية البسيطة إلى قوة سياسية. فالقوة السياسية ليس بأمر عسير وإنما مجموعة من الأفراد يتفقون حول رؤية معينة أو فكرة معينة. هذه الفكرة ستقود إلى 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 واقع سياسي جديد، وفي تقديري إذا لم نتجاوز تلك الأحزاب التي ظلت لا تقدم شيء لنا لن نؤسس لواقع جديد ولن نؤسس لتحول ديمقراطي جديد. الأستاذ محمد تورشين الباحث المختص في الشؤون الأفريقية، شكرا جزيلا لك على طيب هذه المداخلة وكل هذه الإيضاحات، كنت معنا مباشرة من باريس، شكرا جزيلا لك. إلى الخرطوم لينضم إلينا الأستاذ محمد النقا الإعلامي السوداني. أستاذ محمد مرحبا بك في حديث ساعة وعلى شاشة اليوم. انتفاضة شعبية لما اسمها الشارع السوداني ضد الانقلابيين في السودان، ما هي آخر المستجدات أستاذ محمد، سيما وأن الشارع السوداني تعرض ربما لهجمات على أقل تقدير إلى الآن غير معروفة المصدر أستاذ محمد؟ مرحبا بك وبكل مشاهدي قناة اليوم، أنا سعيد جدا اليوم أكون معكم. حقيقة الموقف الآن في الخرطوم هو هناك تجهيز كبير جدا من كل القوى الثورية لمليونية 19 ديسمبر، وهي مليونية كبير جدا، هي تعتبر احتفالا بذكرى انطلاق ثورة ديسمبر المجيدة. والآن كل قطاعات الشعب السوداني هي تتأهب للمشاركة، وهناك يعني عدد كبير جدا من الثوار هم أتوا راجلين من شمال كردفان ومن ولاية نهر النيل، وهناك كذلك أفراد أتوا راجلين حتى يشاركوا في هذه المليونية. و يمكن أمس كان في حدث كبير جدا لا يمكن تقافله تماما، هو ربما الهجوم وتخريب ندوة للحرية والتغيير بميدان شنبات، وهذا أيضا هو يعني حشد، يعني هو حفز كثير جدا من الشارع السوداني أو من السودانيين للمشاركة غدا لإيصال صوتهم بأن العمل الجماهيري متاح ويجب أن يكون متاحا. طيب ما هي أبرز المطالب للحرية والتغيير اليوم؟ إلى أين يريد أن يقود المشهد السوداني أستاذ محمد؟ الحرية والتغيير الآن هناك من ناحية الحرية والتغيير هناك ما يشبه الانغلاق السياسي. هم يؤكدون على أنه لا تفاوض، لا مساومة، لا مشاركة. لآت الثلاث هم يؤكد عليها الثوار، يؤكد عليها قادة الحرية والتغيير، يؤكد عليها قيادات القوى الحية الثورية الحية من الجمهورية. إذا كان المشهد يعني إذا كان المشهد أستاذ محمد لا مفاوضات، لا مساومات، لا مشاركة،
إذا ما الذي يريده أو تريده قوى الحرية والتغيير؟ يا أنا في رأيي قوى الحرية والتغيير الآن هي تتخذ هذا الموقف كموقف تكتيكي اللي حتى توسع دائرة المشاركة، توسع دائرة الحريات، حتى تحجم قوى الانقلاب الذي قاده البرهان في 15 ديسمبر. الآن هم متمترسون حول هذا الموقف، وصراحة هم يسندهم الشارع. الآن الشارع مشفر بيد الحرية والتغيير، حتى إن لم تكن الشفرة بيد الحرية والتغيير، هي تعمل لقيادة الشارع السوداني المكون من رجال المقاومة والقوى الثورية الأخرى لتحقيق مطالبه. الآن حرية التغيير الصراحة لا تستطيع أن تنفك من الشارع السوداني، ولا تستطيع أن تتراجع عنه، لأنها إذا تراجعت من مطالب الشعب السوداني هي أحزاب، ويظل الحزب حزب حتى وإن كان لديه قوى أو أعضاء كثيرون، فهم يظلوا أعضاء يؤمنون ببرنامجه فقط. لكن الآن المشكلة السوداني يحتاج لأكثر من أحزاب أو حزب أو حزبين أو ثلاث أو تحالف. هو يحتاج للشارع السوداني العريض حتى إنه يحقق مطالبه. طيب أستاذ محمد، يعني اليوم كيف يبدو موقف السلطة في السودان، أو كيف تعاملت مع من استخدم القوى ضد المحتجين أو الرافضين على أقل تقدير لما أسموه بالانقلاب السياسي في السودان؟ هي القوى أول حكومة أنا يمكن أسميها يعني حكومة بعد الانقلاب مباشرة، وهذه حكومة كانت جانحة تماما. هي تكونت من اللجنة الأمنية للنظام السابق، وتكونت من عناصر هم مقربون جدا من النظام السابق. هذه كانت حكومة جانحة تماما. لكن الحكومة الثانية هي فترة ما بعد حمدوك، يمكن سقط كثير جدا من الشهداء، ربي يتقبلهم في عليين، منذ الانقلاب وحتى اتفاق حمدوك. لكن حمدوك الآن وحكومته على الأقل هي التي تصرف الأعمال الآن، هم أمام تحدي حقيقي في أنهم هم يبرروا للشارع السوداني أنهم مع الديمقراطية، أنهم مع التحول المدني الديمقراطي، وأنهم ليسوا انقلابيين. لذلك نحن نرى هناك ما يشبه الهدنة، أو ما يشبه يعني فقط كانت قوات في المواكب إن كان كذلك أستاذ محمد، إن كان كذلك، هل التمستم أي بوادر للالتزام بالإعلان الدستوري لعام 2019 من قبل حمدوك وحكومته المشكلة؟ لا حمدوك الآن لم يفتح هذا المجال تماما. حمدوك الآن هو يسعى خلف ميثاق جديد، ميثاق هو يقول أنه يجب أن يشمل كل السودانيين من أجل الخروج بالبلاد إلى بر الأمان. نعم، أنا أشكرك جزيل الشكر محمد النقا الإعلامي السوداني، كنت معنا مباشرة من الخرطوم، شكرا جزيلا لك. من أوغندا ينضم إلينا الدكتور منصور أرباب يونس، أستاذ العلاقات الدولية ورئيس حركة العدل والمساواة السودانية الجديدة. دكتور مرحبا بك. يعني اليوم الحرية والتغيير ترفع لآت ثلاثة: لا مفاوضات، لا مساومة، ولا مشاركة. إذن إلى أين تريد أن تصل قوى الحرية والتغيير بحشدها كل هذا الشعب السوداني وراءها، وآخر ما تعرض له هو هجوم بغاز مسيل للدموع لم يتبناه أحد إلى الآن دكتور؟ شكرا جزيلا، التحية لك والتحية للمشاهدين والمستمعين. أولا ما يجري في السودان حقيقة أمر مؤسف جدا. هنالك طبعا الفعل والفعل المضاد، ومنذ إجراءات 25 من أكتوبر نعيش حالة من القمع والإرهاب والتقتيل والتشريد، ليس فقط في الخرطوم ولكن أيضا في دارفور، وتحديدا في مناطق غرب دارفور. هنالك عشرات الآلاف من النازحين واللاجئين وإلى ما ذلك، والقتل مستمر حتى هذا اليوم. اللاءات الثلاث لقوى الحرية والتغيير لاءات مشروعة، ولكن في الحالة السودانية ومنذ 56 وحتى الآن يصعب جدا أن تستبعد مبدأ الحوار والتفاوض والنقاش، لأن الأزمة السودانية أزمة يعني طاحنة، أزمة تتجدد في كل يوم وليلة. فلذلك
من المستحيل أو من العسير جدا أن تستبعد الحوار والتفاوض والنقاش مع الطرف الذي يمسك بزمام الأمور. فلذلك يش يعني النقاط الثلاث نقاط مشروعة، ولكن في نهاية المطاف حتى عملية الإحلال والإبدال أو التسليم والتسلم يحتاج إلى عملية حوار ونقاش. حتى ما جرى في أفغانستان يعني الذي تم يعني تم تسليم، إذا تسمعني جيدا، ما تم في أفغانستان أيضا تم عن طريق الحوار. فلذلك الحرية والتغيير لا مساومات، نحن معها في لا مساومات، ولكن في نهاية المطاف السودان والسودانيين بحاجة إلى حوار عميق حتى بعد التغيير. صحيح. دكتور منصور، الموقف الأمريكي جاء على لسان وزير الخارجية الأمريكي أنتونيو بلينكن بأن الولايات المتحدة متضامنة مع السودانيين بالانتقال لسلطة مدنية، ولكن اليوم يعني بعد اتفاق 25 من أكتوبر واتفاق حمدوك والبرهان، طبعا دكتور، ربما يلغي الإعلان الدستوري أو وثيقة الإعلان الدستوري لعام 2019 بالانتقال الحقيقي لسلطة مدنية. اليوم كيف تقرؤون المواقف الدولية لما يجري على الأرض في السودان دكتور؟ المواقف الدولية مواقف غير ثابتة، وهي يعني تأتي وفقا لمصالحها. إذا كانت أمريكا أو الصين أو حتى فرنسا وحتى محيطنا الإقليمي في الممثل في الإمارات والسعودية والدول من حولنا، فلذلك الاعتماد على موقف واحد للمجتمع الدولي أو الإقليمي غير مجدي. فلذلك الاعتماد على فعل شعبنا وقوة شعبنا وتدافع شعبنا ودفاع شعبنا لحرياته ولحقوقه الأساسية هو الأجدر والأم. نعم دكتور منصور، دكتور هل تسمعني؟ دكتور منصور هل تسمعني؟ طيب يبدو أننا نعاني من مشكلة في التواصل مع الدكتور منصور. دكتور منصور أنا أسمعك الآن. طيب دكتور منصور، حضرتكم كرئيس حركة العدل والمساواة السودانية الجديدة وحركات عديدة سودانية، ما الواجب عليكم أن تقوموا به في هذه المرحلة لربما من حراك الشعب السوداني أو مما يطمح إليه الشعب السوداني في الوصول إلى العدل والمساواة الحقيقية على الأرض، وأيضا إلى حكومة مدنية تلبي تطلعات السودانيين؟ نحن في حركة العدل والمساواة السودانية الجديدة نقف مع شعبنا وندعو كل جماهيرنا ومناصرينا وعضويتنا بالنزول إلى الشوارع لإنهاء هذه الحالة الضبابية والحالة المزرية التي يعني يعيشها السودان من 56 وحتى الآن. نحن نكافح ونناضل ونقاتل من أجل أن يعيش السلام والشعب يعيش السودان والشعب السوداني كله في سلام وأمان واستقرار. فليست هنالك أي خيار آخر غير الاستمرار في النضال ويعني إحلال السلام العادل والشامل في كل ربوع البلاد، ويكون هنالك حكومة ديمقراطية. تحدثنا كثيرا وحتى عبر قناتكم الكبيرة أنه هنالك مصفوفة عمل يجب أن يتم اتباعها، ولكن بكل أسف من هم الآن في السلطة لا يعيرون أي اهتمام لكل الأصوات التي تنادي ب يعني إجراء إصلاحات جذرية في يعني في مؤسسات الحكم، إصلاحات في عملية السلام، إصلاحات في مسيرة الدولة السودانية والانتقال من الشمولية إلى الديمقراطية وإلى ما ذلك. ولكن العدل والمساواة السودانية الجديدة وكل الحركات التي تناضل من أجل الحرية والسلام والعدالة تقف مع جماهيرنا ومع شعبنا في السودان، وسندعم بقوة كل الحراك السياسي والثوري إلى أن نصل إلى محطة السلام العادل والشامل والانتقال الكامل للديمقراطية في السودان. نعم. دكتور منصور، دعوات إلى مليونية سودانية، هل ستأتي هذه المليونية بنتائجها المرجوة في السودان دكتور؟ نحن نعمل ونأمل يعني أن تأتي هذه المليونيات بالنتائج المرجوة، ولكن القدر الأخير لله سبحانه وتعالى. ولكن بالتأكيد 19 ديسمبر سيكون له أثره البالغ في التغيير، وإن لم يكن في يوم 19 سيكون ما بعد 19. الشعب السوداني يناضل أكثر من 3 سنوات
منذ ديسمبر 2018 وإلى اليوم. نحن لن نيأس ولم نيأس وسنستمر في النضال إلى أن نحقق كل آمالنا وتطلعات الشعب السوداني. أنا تحدثت عن 2018 فقط النضال السلمي المستمر كذلك يعني منذ بواكير الإنقاذ، ولكن النضال المسلح أيضا بدأ في 2003 ومستمر إلى اليوم. فكل هذه النضالات لا بد أن تكون لديها يعني محصلة نهائية، وهي دولة العدالة، دولة القانون، السلام العادل والشامل والاستقرار الكامل والدائم في السودان والانتقال. نعم الدكتور منصور أرباب يونس، الأستاذ في العلاقات الدولية ورئيس حركة العدل والمساواة السودانية الجديدة، شكرا جزيلا لك على طيب هذه المداخلة وكل هذه الإيضاحات. كنت معنا مباشرة من أوغندا، شكرا لك. حديث الساعة مستمر مشاهدينا، وفي ملفنا الثاني، رغم الضبابية والتشاؤم الذي صاحب انطلاق الجولة السابعة من المفاوضات النووية في فيينا، إلا أن واشنطن قالت إن المفاوضات حققت بعض التقدم، فإلى أي مدى يعتبر هذا التقدم إيجابيا؟ وكيف يتعامل المجتمع الدولي مع هذه الخطوات المتعثرة؟ وهل أجبرت أو أجبرت طهران على تقديم التنازلات؟ أسئلة أوجهها لضيوفي في هذا الملف، ابقوا معنا. بهذا الصدد ينضم إلينا من القاهرة الكاتب الصحفي المختص في الشأن الإيراني الأستاذ سيد حسين. أستاذ سيد مرحبا بك في حديث الساعة وعلى شاشة اليوم. واشنطن تتحدث عن تقدم ولكنه غير كاف في طريق الوصول إلى اتفاق نووي جديد أو إحياء الاتفاق النووي لعام 2015. أستاذ سيد، إلى أي مدى تعتبر هذه الخطوات فعليا إيجابية على الأرض؟ أعتقد أن نجاح الإدارة الأمريكية في التفاوض أوصل الأمور إلى هذا الحد. يعني من الطبيعي أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تراقب الأنشطة النووية في كافة الدول وتصدر بيانات شجب أو إدانة وتتابع مستوى التخصيب وفقا للوائح والقوانين الدولية المعمول بها. أما طهران نجحت في أن تجعل المجتمع الدولي يرى أن مجرد موافقتها على تركيب كاميرات مراقبة في المفاعلات النووية إنجاز وتقدم ملحوظ بما يخالف قواعد المنطق وقواعد السياسة الدولية. يعني الجميع يتحدث عن أن طهران قدمت تنازلات وأن هناك مؤشرات جيدة على المضي قدما في الاتفاق النووي، وخاصة التصريحات الروسية التي أكدت أن الجولة القادمة هي آخر جولة في المفاوضات النووية التي سيتم توقيعها. في الأمر الذي يعكس أن الإدارة الإيرانية نجحت بالفعل في إخضاع خصومها على طاولة المفاوضات لتحقيق مآربها فيما يخص الاتفاق النووي، لأنهم يرون أن مجرد الرقابة على المفاعلات النووية إنجاز كبير، في حين أنني على يقين أن الإدارة الإيرانية تخفي أنشطة نووية عن مجال الرقابة الدولية. أنا يقين من هذا الأمر، إضافة إلى أن التصريحات الروسية والأمريكية المباشرة بإمكانية الوصول إلى اتفاق نووي انعكاس للخطوات الماضية التي تم اتخاذها عبر الأشهر القليلة الماضية، والذي أكد وأكدت لقناتكم الموقرة أكثر من مرة أن الاتفاق النووي سيتم وأن طهران هي الرابح الأكثر من هذا الاتفاق وفق اتفاق أمريكي إيراني في الغرف المغلقة. يعني استطاعت طهران جيدا أن تلعب على
قضية التباينات بانحياز روسيا والصين إلى جانبها في مقابل أوروبا التي يعني تقف على الحياد، وفي الطرف الآخر الأمريكان ومعهم الإسرائيليين. الاتفاق النووي كما ذكرت سابقا لا يمثل سوى 40% من الاتفاق فيما يخص الاتفاق النووي الفني، أو الإجراءات الفنية فيما يخص النشاط النووي لا تمثل سوى 40% من مجمل الاتفاق. أما باقي الاتفاق فيشمل العقوبات الدولية واللائحة المالية والصواريخ الباليستية والنفوذ في الشرق الأوسط. وهذا ما ترفضه طهران أستاذ سيد، هذا ما ترفضه طهران، وترفض حتى المفاوضات في هذين الملفين، ملف التوسع في المنطقة والصواريخ الباليستية أستاذ سيد. يعني أعتقد أن كما ذكرت لقناتكم الموقرة أن تغير موازين القوى في المنطقة وظهور إسرائيل كلاعب قوي في تحالف جديد مع الدول الخليجية يضفي على تلك المسألة إشكالية معقدة كبيرة، خاصة أنني كنت بصدد أن أطرح سؤالا، هل توسط طهران إلى اتفاق مع الأمريكان بشأن نفوذها في المنطقة؟ هل هناك تنسيق حول هذا الأمر؟ خاصة أن طهران تعلن مرارا أن تلك الأمور غير واردة للتفاوض، أو غير واردة أن تكون على طاولة المفاوضات، في حين أن الأمريكان يصرون ويفرضون عقوبات، ووزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على قيادات وشركات إيرانية فيما يتعلق بهذا الأمر. هناك ما يدور خلف الغرف المغلقة، المنطقة كما ذكرنا سابقا يتم تهيئتها لحدث ما، الاتفاق النووي قادم لا محالة، إيران ستكون قوة نووية في المنطقة. هذا يعني في مقابل التحالف الإسرائيلي العربي أو محاولات التطبيع الجارية في محاولة لخلق جناحين في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب بالطبع الصراع الأمريكي في بحر الصين الجنوبي وما يخص روسيا والصين وطريق الحرير إلى آخره، قضايا معقدة جدا. أعتقد أنها على طاولة المفاوضات الإيرانية الأمريكية في الغرف المغلقة بعيدا عن جلسات فيينا. أنا أشكرك جزيل الشكر الأستاذ سيد حسين الكاتب الصحفي المختص في الشأن الإيراني، كنت معنا مباشرة من القاهرة، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. من القاهرة أيضا ينضم إلينا الأستاذ محمود أبو خوش الباحث في العلاقات الدولية. أستاذ محمود مرحبا بك، ربما تصريحات إيجابية بتحقيق خطوات ملموسة على المستوى التقني فيما يخص مفاوضات نووي إيران أو الاتفاق النووي الإيراني. أستاذ محمود، إلى أي مدى ستكون هذه الخطوات التي وصفت بالإيجابية حجر أساس للتوصل لاتفاق جديد بين طهران والغرب؟ أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين، في حياتي حضرتك وشكرا على الاستضافة. في البداية يعني إذا ما تحدثنا عن ما جرى في المفاوضات، يعني كما يقول المفاوضون الأوروبيون أن المفاوضات أحرزت تقدم قد يبدو طفيفا يعني للغاية. وإذا ما تطرقنا لموضوع أو لما قاله كبير مفاوضي طهران وعلي باقري، قال أن المفاوضات السابعة والجولة المحادثات السابعة تم التطرق فيها أو تم نقل مواقف الحكومة الجديدة إلى الأوروبيين. خلاف ذلك قال أنه تم التواصل أو تم عمل مسودتان جديدتين، الأولى بخصوص إجراء الإجراءات النووية، والثانية بخصوص إلغاء حظر العقوبات في الحقيقة يعني، ولكن لم يتم يعني تحديد موعد للجلسة المقبلة. يعني المؤشرات قد تبدو غامضة أو المشهد قد يبدو ضبابيا في هذا التوقيت. يعني الأوروبيون يتحدثون عن يعني بلغة دبلوماسية، بلغة أكثر دبلوماسية، أنه تم إحراز تقدم طفيف، لكن المؤشرات الأولية تقول أنه يعني لم يتم إحراز أي تقدم. وهذه يعني ما قاله علي باقري بأنه تم نقل أو يعني نقل مواقف الحكومة الجديدة وعمل مسودتان، يعني أنه لم يتم التواصل لأي اتفاق حتى أو لأي مؤشرات. من خلال هذه المماطلة أستاذ محمود، من خلال هذه المماطلة
الإيرانية ومحاولة كسب الوقت أكثر وأكثر. هل نجحت طهران بأن تفرض أمرا واقعا على الغرب وأن المستقبل يفرض على الغرب أن تكون طهران قوة نووية في المنطقة؟ في الحقيقة طهران يعني تتمسك بما تود. يعني طهران تريد أولا رفع جميع العقوبات الأمريكية قبل العودة لالتزاماتها النووية التي يعني تمصلت منها بعد الانسحاب الأمريكي من عام 2018. نعم. ماشي. هذا هو التعنت الإيراني ولا زالت تتمسك به حتى الآن مع الوطاء الأوروبيون. لكن متى يمكن أن نقول أننا توصلنا إلى اتفاق يعني إيجابي ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وطهران؟ عندما لا يكون هناك وسطاء مثل الوسطاء الأوروبيون. يعني أنا يعني في منظوري الخاص أن نجاح التفاوض ما بين واشنطن وطهران لن يتم إحراز أي نجاح فيه طالما كان هناك وسطاء في التفاوض. وعليه نجاح عملية التفاوض ما بين واشنطن وطهران يتوقف بشكل أساسي على التفاوض المباشر بينهما خلال الأيام المقبلة. هل هذا ممكن خلال الأيام المقبلة؟ أنا يعني لا أتوقع هذا. تمام. وبالتالي يعني لا زال طهران تتمسك بما تريد، تتمسك برفع جميع العقوبات، ولا زال الولايات المتحدة الأمريكية لديها تخوف من أن ترفع جميع العقوبات، وبالتالي هي ترى أنه لابد من أن يتم تجزئة عملية رفع العقوبات حتى يعني تضمن أن تلتزم طهران. وماذا عن المطالب التي تمسكت فيها واشنطن أستاذ محمود؟ أبرزها الصواريخ. ماذا عن المطالب التي تمسكت بها واشنطن أبرزها ملف الصواريخ البالستية وتمدد إيران في المنطقة وحتى الطائرات المسيرة أستاذ محمود؟ أستاذي هذه المطالب هي أساسية بالنسبة لواشنطن. نعم. في أنها ترفع العقوبات. تمام. لكن أنا بتحدث عن عملية رفع العقوبات. يعني الولايات المتحدة الأمريكية لديها هاجس أو لديها عدم ثقة من طهران في عملية رفع العقوبات. هي تتخوف من أن تقوم برفع جميع العقوبات، مقابل ذلك لا تلتزم طهران بهذا الاتفاق أو بالالتزامات، وعليه يعني تظل في سلوكها الإقليمي الذي يدفع بعدم الاستقرار. خلاف ذلك يعني أنا في منظوري الخاص أن الولايات المتحدة الأمريكية لازالت تدرس جميع الخيارات حتى الآن، وهو كما تحدث الرئيس بيدن مع إدارته بأنه يعني ضرورة دراسة خيارات أخرى في حال فشل التفاوض. فأنا يعني في منظوري أنه يعني لو لم تصل المفاوضات خلال هذا العام لأي حل أو أي خريطة طريق بين واشنطن وطهران، تمام، أعتقد في منظوري الخاص سوف يكون يعني سلوك آخر للإدارة الأمريكية في التعامل مع طهران خلال بداية السنة القادمة. فهمني؟ فعليه وعلى هذا الأساس يعني نحن نترقب يعني متى سوف يتم التوصل لاتفاق نهائي ملزم للطرفين. يعني هذا وضع يعني الشبه ضبابي في الوقت الحالي. يعني في حال هل ترون بأن الجانبين أستاذ محمود، هل الجانبين مستعد لتقديم تنازلات من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي، أم أن كل طرف ربما يتحلى يعني بالتعنت والتمسك في مطالبه؟ يعني أنا لا أجزم في ذلك. الطرفان لديهما تنازلات في حال تم التفاوض بشكل مباشر، لكن في حال عدم التفاوض بشكل مباشر نحن نتوقع مماطلة من كلا الطرفين. نحن نتوقع أن تتعنت إيران بالتمسك برفع كامل لجميع العقوبات، تمام، وأن تتعنت واشنطن برفعها الجزئي للعقوبات مخبة أن لا تقع في عدم الثقة وأن لا تلتزم طهران بما يعني بما هو ملزم في شأن الاتفاق النووي. يعني في منظور أنه لا يتم التوصل لأي اتفاق خلال الأيام القادمة ما لم يتم التفاوض المباشر مع بين واشنطن وطهران. الأستاذ محمود أبو حوش الباحث في العلاقات الدولية، أنا أشكرك جزيل الشكر على طيب هذه المداخلة وكل هذه الإيضاحات. كنت معنا مباشرة من القاهرة، شكرا جزيلا لك. من بيروت ينضم إلينا الدكتور طارق عبود الباحث في الشؤون الدولية. دكتور طارق مرحبا بك في حديث الساعة وعلى شاشة اليوم. ما لم تجلس طهران وواشنطن على طاولة واحدة في لقاء مباشر بين الجانبين لن يحدث أي خرق في
في مسيرة الاتفاق النووي. دكتور طارق كيف تعلقون؟ يعطيك العافية. أهلا بك. يعني واضحا أو محسوما أنه إذا جلست إيران والولايات المتحدة الأمريكية على طاولة واحدة يحدث تقدم أو اتفاق، وأيضا ليس محسوما أن تكون يعني الدول الأوروبية وروسيا والصين هي الوسيط بين الجانبين. هذا يعيق الوصول إلى الاتفاقية أو اتفاقية جديدة أو إعادة اتفاقية بالاتفاق على آلية العمل الشاملة المشتركة. أنا باعتقادي أن الموضوع تخطى هذه المرحلة. هناك مشكلة ثقة مفقودة بين الطرفين. ما فعله دونالد ترامب في العام 2018 عندما انسحب من الاتفاق النووي ما زال يشكل جرحا عميقا عند القيادة الإيرانية. إيران لم تعد تثق، وفي جزء من القيادة الإيرانية لم يكن يثق بالأمريكيين. والسيد الخامنئي قال أكثر من مرة للوفد المفاوض، حتى للرئيس روحاني وحتى للدكتور ظريف، بأن أمريكا هي خادعة، وهي يعني وصفها بالذئب الذي يروض الفريسة حتى يأكلها. هذا الكلام طلع صحيح. يعني إيران اليوم كيف تعود إلى الاتفاقية؟ طيب كان الاتفاق على 3.76% من التخصيص، صحيح. اليوم إيران تخصص 60%، والأوروبيون يقولون أنها تتجه نحو 90%، خلينا على 60%. طيب إذا عادت إيران اليوم إلى نسبة التخصيب 3.76 وتحملت 4 سنوات من الحصار القاسي أو العقوبات القصوى ويعني وأوصل الشعب الإيراني إلى أماكن يعني سيئة جدا وقاسية جدا، ماذا تكون قد حققت القيادة الإيرانية؟ لا شيء. هذه واحد. اثنين، إذا عادت إيران ووقعت اتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية أو الدول 5+1، ما الذي يضمن أن لا يأتي رئيس جمهوري أو ديمقراطي جديد أو إدارة أمريكية جديدة وتمزق الاتفاق مرة أخرى؟ لا شيء يضمن. طيب إذن طيب دكتور طارق، أيضا ما الذي يضمن أو ما الذي حققته الغرب أو حتى واشنطن من انسحابها من هذا الاتفاق؟ ما هي كان لها مطالب أخرى كالصواريخ، ملف الصواريخ الباليستية، ملف التمدد في المنطقة، أيضا هي ملفات كانت ترى واشنطن بأنها من الضروري أن تضاف لأي اتفاق جديد، سيما أن طهران ترفض حتى التفاوض بهذه الملفات. شوفوا، عندما أتى الرئيس دونالد ترامب إلى سدة الرئاسة كان في ذهنه وفي ذهن الحلفاء الإقليميين، يعني المملكة العربية السعودية في مرتبة متأخرة والكيان الإسرائيلي في مرتبة متقدمة، أن يضغطوا على إيران من خلال الواقع الاقتصادي، من خلال الحصار الذي مارسوه على إيران، فتجوف أو يجوف المجتمع الإيراني من الداخل من خلال هذه العقوبات ويسهل الإطباق عليه. يعني التجربة العراقية كانت حاضرة في ذهن الرئيس دونالد ترامب عندما حاصر الأمريكيون العراق منذ العام 1991 إلى العام 2003 ودخلوا إلى بغداد، يعني كزدر على كما يقول اللبنانيون، لأن المجتمع العراقي جوف في تلك الفترة. هذه يعني حسابات الحقل الأمريكية لم تتطابق مع حسابات البيدر الإيرانية. كانت القيادة الإيرانية متماسكة، كان عندها رؤية لهذا الحصار، حاولت أن تتكيف مع العقوبات القصوى بعدد من الوسائل، ما فوت على الرئيس دونالد ترامب وعلى الإدارة الجمهورية وعلى إسرائيل وحلفائها من تقويض المجتمع الإيراني، وصبر الإيرانيون تلك الفترة. يعني ما الذي يبحث عنه دكتور طارق من وجهة نظركم؟ نعم، في نهاية المطاف ما الذي يبحث عنه الإيرانيون في تفاوضهم مع الغرب؟ يعني اليوم الكثير يرى بأن طهران تبحث عن الوقت فقط، هي تحاول استغلال المشهد لكسب المزيد من الوقت. هل توافقون هذه الرؤية دكتور؟
لا لا، أنا أعتقد أن إيران وصلت لمرحلة من التقدم في البرنامج النووي السلمي إلى مرحلة لا تريد العودة فيها إلى 2015. هذا واحد. اثنين، الإيرانيون لن يلدغوا من جحر مرتين، يريدون اتفاقية، مش اتفاقية، يريدون معاهدة مع الولايات المتحدة الأمريكية يوقع عليها الكونغرس الأمريكي، لا تسمح ولا تخول لأي رئيس أمريكي جديد أو إدارة أمريكية جديدة أن تنسحب من هذا المقابل الاتفاقية. أن يرضى الغرب بما وصلت إليه طهران اليوم من أمر واقع. لا، هي الإيران مستعدة أن تعود إلى ما كان في العام 2015. جميل. بشروط أن تكون هناك معاهدة بين أمريكا وبين إيران. موضوع الصواريخ البالستية ونفوذ إيران الإقليمي، تقول إيران أنه سيأتي التفاوض أو التكلم أو الكلام عليه بعد المرحلة الاتفاق الجديد. قبل الاتفاق الجديد لن تساوم إيران على هذا الموضوع، وإلا تكون ساذجة حقيقة، والإيرانيون ليسوا في هذا الموقع. الدكتور طارق عبود الباحث في الشؤون الدولية، أنا أشكرك جزيل الشكر على طيب هذه المداخلة وكل هذه الإيضاحات، كنت معنا مباشرة من بيروت، شكرا جزيلا لك. إذا مشاهدينا وصلنا إلى ختام حديثنا لهذه الساعة، أنا أشكركم ضيوفي الكرام جميعا على طيب المشاركة، والشكر موصول لكم مشاهدينا على حسن وكرم المتابعة، ولمواضيع أوسع زوروا موقعنا الإلكتروني جامتيفي.نت. إلى اللقاء.